إنك سواي سومال لان هاد إسوغو در سميان حمد الدورشو إنك أوكرو سيادهيسا سو كوبان كدهيغان ندي مامول كان جوغي چري اسب دلالة أنكالسو عالهين إكاس عدقيس كافريكا دك دك بادان إيا قراع موسبيحي آل بابادا هالستا هاد نهار دنكا إيا هاد دا أمو غلميد أبورا يدخرا سياسياد أو دحمرا ساملي دا وداقات ديغان ندعاس أيضا مالميه لسو دافي لدوانقلي يتلابوين كدنا سياسيين تا إيا بلشادة قوبال كاودل كواسو لغو بيكسده كراستو دي سياسيد إيا كومي تلا ينددك قوبالا داس وغيراننا هاي قيبك لدوانكو غنع سنايينا حملات دورو كتر سنا مامولكا كنسو جيدي ديغان نداسو حزب الحاكم كأدو آمسرا إيا آموس كاللاسمي كاسو لاميسي يانو سرحان كاكما الدنبايستا إيا دنعيضو أي قبعنا تمين تنوحي نكو إيجي ناقر دان تكسو يري سحو منها آمي سناسو مال لان يكسو تشيدا عودل قورسيقا دين عيادة دحي يفل شادة لغا قبي كرو إن حلو واي كرو أباب الكعو لاديد يكسو عدد جبوتي وحاو كتري كلا حال كنا أديغو واير نيشينيز وحاو كو سهلا يا إن أديغو تشوغ يوروبا ما كندا أدي هلكاغا أفريكا كو سوغان سي توسا لعقو كدير كرتو تيما كو غنعيا يدك دك سيمو كلاسو دك هاد بلاي ستور أما بي ستور واير نيشينيز أديغ لو بوغي لنا مهدي بيكسيكا سياسيين تا أودل يب بوغا هكا دلان كرا مالما كور سياسيين كا سو جيدا نعيا دا اسكو يقانا مدن تا سومالي لان هيا قواميين حلكا قدوميا لغا قادو لغانا سارا أرور سياسيات كا هلا بروفيسر أحمد اسماعيل سمتر اوها أساسيه أرور كان كا سو جيدا أودل تاوحي كدن بيسي مركو سمتر شاقي أرور كا هلا اوها متلاها الرياد أودل وزيكا قيب قلي دورين دورو شوينس كا اسكو ستكن يا سومالي لان ما داما أن لو سنين سياسة دا مامولكا ونجر اسد برس ايه قرس لغوها ايه بلشد وكسو ودا جيدا ديگان ناكيان كوكسو جيدا وحاو شاقي انسيدا شرعقو وديگا ايه ايتاين دورشو ينكا لوگ غلو وعورو ديدي حالكي ايه كانان وحقرد كباشا باريقا برعو ايه كوكو اميان ايه لچوغو حيليقا كرسيقا مدحتو يدا وكفر يسان لها روح كسو جيدا باشا كمقان حكمكا انكا بادان لباتان سنو وحو حالكاسي كسي فايا ميد كسو ورجيدا دستور ay taas hore u ahay waxa uu dastuurkaasi ogolaanayay waxa uu sheegay in aysan qaadanayn war xumna ay soo saareen marka la joogo masraxa siyaasadda Soomaaliland waaqan waxa uu ka dhignaan kara dhulgarin aan sahlayn oo saameynaya qulubta bulshada oo tabasho weyn ka muujinaysa hanaanka wadaaga kuraasta iyo faa'iidooyinka dawladnimada ee Soomaaliland balse qaybta dhexe ee maamulkan ayaa u dhaqaaqday jiha cusub oo sii horisay xaaladda kadib markii ay dacwad ku soo oogtay xildhibaan Maxamed Cabiib oo ka soo jeeday deegaankaas أهانا قف كلا وسيعة الموقف كيساكو آدنا هرنتا سومال لان إياو حقيب سيادا سيحو قانو واهد لياي وحاوو ولا ولا إياس نانتا سياسة دا إيان ديفتا لحرو أي سيسكو ميدا أو أركان دادكا ووضا حكومة معمول كانا إن تفتاكاس حزبية دا سياسة دا لغا سارا سمتر لان أبيك سادا محمد عبيب أيا اللو أركا دا دقاقيا لوغو هر چوك سرا يميسكا كينيس دا قو حبولشا دا أودل كواسو حد دا أمو دا إني سو برارو عينا سيبالو دي دي هين نام كسو دوني سدح سنة چرسادا إسو مالي لانا أبيب waxa lagu eedeeyay talaabo ay maalin kasta qaadaan madaxda iyo siyaasinta beesha dhexe ee Soomaaliland sida ogaatay Galen Media madaxweynada Soomaaliland waxay ku eedeysay xildhibaan Maxamed Cabiib inuu la kulmay xubnaha ka soo dawladda federaaliga ee Soomaaliya isagoo goob dumlaasiyad adeeg u doontay gudaha magaalada Jabuuti laakiin sida shacsan ama aan qarsoonayn xisbiyada mucaaradka iyo madaxda ugu sareysa Soomaaliland ayaa markasta la kulmay madaxda dawladda federaaliga ee Soomaaliya ama la hadla ergooyin hoose iyo xubnaha ka soo horjeeda aragtida gooni goosadka haddana marna ma noqoto dambi qaran iyo xasaanada cid looga qaado taasoo xubno ka mid ah baarlamaanka Soomaaliland ay xataa dhawaan kula kulmeen Jabuuti iyo Addis Ababa wasiirka sare ee xukuumadda federaalku ay isku deegaan ka soo jeedaan haddana aan cidna isweydiinin dad badan ayaa qaba in eeda arrinta Soomaaliland ee ka dhanka Maxamed Cabiib ay tahay mid ujeedooyin siyaasadeed laga leeyahay awdal ma waxay u dhaqaaqi kartaa dhabihii gobolka Soomaa ma ogtahay in Dr. Shafi Aadan Dirir loo aqoonsaday dhaqtarka qalliimada ugu wanaagsan dalkeena Soomaaliya ahna dhaqtarkii ugu horeeyay ee dalka ka fuliya qalliimada casriga ah ee laserka uu heegan kugu yahay isbitaalka Shafi ee magaalada Muqdisho sida uu shaaciyay Xilwaan Maxamed Cabiib maalmo kadib waxa uu socdaali doonaa xarunta gobolka Awdal ee Boorama si uu la tashi ula yeesho bulshada uu matalo oo kala hadlo sinaan la'aanta ka jirta Soomaaliland dalabka ugu weyn xildhibaanku waa inuu doonayo inuu bulshada ka soo jeedo ay ka soo baxaan guryaha ay isku baxyo ku muujiyaan diidmadooda isku dulnoolaanshaha siyaasadeed ee ka jirta deegaanada Soomaaliland dadka isha ku haya arrimaha madiqada waxay qabaan inay suurtagal tahay inay dhacaan isbeddello waaweyn haddii kicin bulsho uu ka bilowdo awdal kuwaasoo soo dedejin dara kala dhaqaaqa dhinacyo midaysnaa inkastoo awdal ay deegaan hore ugu jirtay godoon ka dhashay xiriirka wanaagsan ee Jabuuti iyo Hargeysa haddana fursad kale waa inay kala dhaqaaqeen hadda labada dhinac
أين جبوتي حيل لغان سلقو تهاي كعدون هو بايسان واي ودان دادك ديگانك أسوه نوغا سوهر جهدا أركتيد سومالي لان كدي مركي أي سومالي لان هشيسو صحيدي إثيوبيا كاسو وو قلاني إن مارين بدايتك هشو ديگان دا قبل كأودال سادال كلي واين دادك رير أودال أي هد أوجيهين إن دباها كلي إيه كحيقة غاريستا قوانا دو دم السيريغا أويهاي إن أودغاقان موچين تا درينكو دا وانا عشر لغا برتاي دعدوين كي بلاها سعودي إيه قبل كسول إنك سو أيدتك دقنا إسسي خاتمو أي مالي قرى كسو أفترين دولان كي عيدان إسومال لان أي دونا يرني كود دميان درين كبولشادة إيا كعدون كي بلو قاهور كعيينا اليرادا بلسان مريهيسا أي قرانا يان داتك سول كواسو هرقل إيا مامو الكوشق غير ربيتان كودا سومالي لان مدامين كرتاق قوة حرير أوضل هدية أي مدحتو يدا هرقيسا أمد بغد سرق إيا سومال لان أكو أتكيستان جيد كاين محمد أبيب حسانات دلقا حيوبيو لما غرواي عودك علي حامد قدومي كوحيان كوباد يقولها وكيلة دا ايام مدنياشا كان سو جيدة ديگانا ديسا وسي عدو دي دان ويرارك كاردان كاح اللي ماان كان هورانا دا قد دلوغو توري برسر سمتركي سو معلما دا كدور بيدي قوني قوصدكا وغازكي ديگانا دا بورا مدي بجوغي هاي او سنگلي كارين قوبل كيسا وحان شاكل هاي ندعي كرانيز بدلسي دا همين كا ايام مالين تو كلاعا تاسو عبوري كرتين سو مال لانكو سو كوبانتو آيار او اي هال بيل دقنت هاي تانو لفتر كيدن عنا عشاكي كسارنين ان هدي اي دورشة دا وايان كوح دعيرو ay si ka dhan baal mid doonto hadii aad ku nooshahay America, Europe, Canada waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabta adigoo isticmaalaya adeega PC waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kala EVC, Zelle, Sahal, iyo M-Pesa balanteenu waa PC